كي نقول لك الاصحاب اليوم كيف ليل سبوميات، ربي برشا باش يعيش لك واحد ولا زوز. ما عندي جمله واحده هنا، حتى صاحب لا صاحبه، ما نحب السحب تقبل وما عادش نحب، خاطر ما تربح منهم شيء، ليه يا بداري ولادي كها ولا فيسبوك لا حتى حكايه. خذيت قرار انه لا اصحاب، لا اصحاب، لا نحب نمشي العبيد ولا نحب العبيد تجيني. اكيد ثم اسباب خلاتك تاخذ القرار هذا. ما نحبش نعمل حتى بروجرام معناها مع العبيد، نحب ديما بروجرام نتاعي مع راجلي مع ولادي، نهز ولدي يقرا لهي بالدار، نخرج انا ولدي ديجا وحدي اكثر في. اكيد ربي يفضل لك المسيو والصغيرات والعائله، لكن اكيد عندك صاحبه زوز كمام. لا لا، عندي نساء خويتي، عندي خويتي يا ولاد زوز معرسين، هم اصحابي نساهم كي نمشي بحذاهم نتفرهد، والا هم يجيو بحذاي. ما عندك الصاحبة هكا تحكي لها تحكي لك انتيم؟ انا قبل كنت نترينا نعمل ليكيب ناسيونال في التايكواندو، وحبت شتر بنات تونس ما ربحت منهم حتى شيء، كانوا جاي على الراس والمشاكل، دخل على دارك تعمل لك مشكلة. سلام. اي نحب نعرف انا علاش الاصحاب اليوم ولاو هكا؟ بحكم معناها الوقت ولا ما نعرفش انا. نعطيك حاجة، في تونس اي صاحبة باش تعملها ما تحبكش انت خير منها، راهو ريت باش تنصحك نصيحه، راهو شطر نصيحه لها هي، فهمتني؟ ما حكايتهم فارغه، يا اما باش تصحبك على فلوس والا باش تنحي لك المهم على مصلحتها هي. صداقه مصالح؟ صحيح، مصالح كلها مصالح، الفلوس ولا لبسه ولا باش تفك لك الراجل. زوجك عنده اصحاب اكيد؟ لا، احنا زوز كيف كيف نعيشوا كيف انا نسكن في حي النصر، ما نحبش لا نمشي لعبيد ولا العبيد تجيني، ما عندوش اصحاب راجلي. انا صاحبته وهو كيف كيف، يعني عاملين جو عائلي وعايشين حياتكم عاد. مع الاخر نمشي لدارنا ولا نمشي لدارهم هكا، ما نحبش نمشي لعبيد ولا نحب لعبيد يجي تجيني معني. لو كانت تشاء صدف مستقبلا انك تلقى صاحبه، لا تواصل معاها؟ لا، ما نحبش حتى الصدفه تجمعني بصاحبه. اي بالحق نحكي والله. صغارك نهار اخر تربيه مع طبيعتك؟ اي، ما يربحوا حتى شيء، خاطر نحب معناها نعيش انا يومي، معناها نعيش حياتي يوميه، نحب نقوم الصباح نعمل بروجرام وحدي، يعني برنامج روتيني حسب ما نفهم. لا، نخرج عندي كهرباء، نخرج نمشي الحمامات مع راجلي، نمشي للبحر، نعمل نقلق في الدار هذه لبسه نخدم فيها وحدي، نركب فو بيجو، نمشي نترينا وحدي، نعيش نعمل بانتور شيخه. يعني خالقه عالمك انت وراجلك؟ وحدي، ما نحبش نصحب العبيد. ترى العالم هذا يظهر لي خير من انك تكون في عالم اصحاب؟ اي اي، نكون هكا خير، الاصحاب لا وجاي عراس كلهم، والا باش يعملوا لك مشاكل مع راجلك، هو ما يحبنيش نخرج، هي تقول لك هيا نخرجوا، فهمت كيفاه؟ معناها نتلهي بفطوري بداري، شنو يزيدني شنو ينقصني، نمشي نقضي كها وما نحبش بالحق، راه ونحكي معاك. اي، وما عنديش لا فيسبوك لا العالم الافتراضي هذاك، كروا احمر عندي. فيسبوك ما عندكش؟ قلت لي راجلك قال لك لا، ولا انت قرار شخصي؟ لا لا، انا قرار شخصي، قبل ما نعرف راجلي ما نعملش، ما عملتش فيسبوك. انا قرار شخصي من عندي، انا يعمل كل مشاكل خاطر عندي صحابي يطلقوا من الفيسبوك، انا تربيت من العبيد معناها كي راه العبيد كيفاش تعاني من مشاكل الفيسبوك، عندي برشا صحاب معناها قبل طلقوا من الفيسبوك. والله انا تو نحس روحي في قدام مرا في سنك مازلت صغيره وما عندكش فيسبوك، انا راه في حاله نادره. هاي يضحكوا عليا العبيد يقولوا لي يا اخي خاطر اغزر لي الفيسبوك يضيع لك وقتك نهار كامل وانت بالتليفون ما تتلهيش بصغارك، فما برشا صغار ما تتكلمش خاطر امه تبدا نهار كامل في الفيسبوك وهو ما يتكلمش، عاد انا نقعد نحكي مع ولدي وننطق ولدي وفهمتني كيفاش ونحي له التليفون، عندي انا تابليت في الدار وعندي الدنيا الكل وعندي واي فاي، اما ما نعملش لا فيسبوك لا انستغرام لا حتى شيء باش يضيع لي وقتي، فهمتني؟ نعمل حاجات، هاني قلت لك نعمل لبسه، نعمل فو بيجو، نهز ولدي يترينا، انا عامله ايكيب ناسيونال في التايكواندو. فهمتني؟ اي. معناها اوليو دو تكونكتي وتضيع الوقت تصنع حاجه، تصنع تريك. حاجه ننظم داري، نحدد حوايج، نتلهي بولدي شنو يزيد وشنو ينقص ونقريه، حكايات فارغه هذيك الكل اللي راه فيها. اكيد المسيو فرحان بالطريقه هذه والطبيعه. اي فرحان على الاخر. بالحق راه ونحكي معاك. سي نورمال باش يكون فرحان. اي ما عنديش انا الحكايات هذوما، هذا قرار من عندي انا قبل ما ناخذ راجلي. وهو كيف كيف زاد وكان عنده فيسبوك ونحاه.
خذا نفس الريتم؟ خذا نفس الريتم، واما انا شيخه بالحياة هذه خير من برشا عبيد اللي توا معناها اللي عندهم العالم هذايا الافتراضي، خاطر الكل يتعاركوا مع رجالهم ولادهم ماهمش لاهين بيهم. انا عندي جيرين وقاعده نتفرج معناها البارح بركة عندي صاحبتي باش تطلق من الحكايه هذي، نهار كامل وهي في التليفون، ولادها ضايعين ما يقراوش بالكدا، عندها ولدها ما يتكلمش من الحكايات هذي، لا هي في الاصحاب لا هي في الحجامات لا هي. انا لي انا عمري 29 سنه اما خذيت قرار معناها لا فيسبوك باش يعمل لي مشاكل لا خلطه لا ما نحبش، وانا كيكه ما نحبش شكون يجيني يقلقني، نحب نبدا نلبس في داري على راحتي، ما نحبش نمشي للعبيد وما نحبش العبيد تجيني. انا باش نقول للمسيو هنيئا له بك وربي يفضله لك ويفضلك انت ليه ويفضل لك النواره، وان شاء الله ربي يداوم عشرتكم. عايشك عايشك.